الجوزاء عايز ايه؟ الجوزاء عايز يتخانق، في حاجة واضح ان هو في حاجة مزعلاه وعايز خناقة، هو مقبل على خناقة مع الشريك، زعلان من حاجة معينة، حابب ينسحب، دي حالة انسحاب، حابب ينسحب. في ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ حابب ينسحب وحابب يفكر لوحده، اوكي مش مبسوط. لا الجوزاء واضح ان هو مش مبسوط في العلاقة دلوقتي، شايف شريكك ازاي؟ شايفه يعني بيتعامل بقسوة شوية، مش بقسوة، خلينا نقول بيتعامل بعملية، عملي كان ما فيش مشاعر، ما فيش حنية، ما فيش الحاجات دي، بيتعامل بعقله بس، فيش سنة قسوة. يعني شريكك مش بالقسوة اللي هو بيوريها دي، لا هو بيحبك ونفسه يديلك حاجات، عنده عطاء عايز يديهولك، يعني في محبة كتير جدا جواه، يمكن مش بيعرف يظهرها لأسباب يعني، بس هو ده مش معناه ان هو ما بيحبكش، بيحبك وكل حاجة، بس في حاجة مش عارف يعبر، يمكن يكون مش عارف يعبر، نفسه حاجة يعني تموت ويحل محلها حاجة تانية، يعني مثلا أسوته دي، فلنفرض انها قصة الأسوة اللي فيه، أو اللي هو ما بيهتمش كفاية، أو الحاجات دي كلها، نفسه يتغير، يعني ده كارت تغيير، ده معنى تغيير، نفسه يتغير عشانك، فيعني ساعده. شايفك ازاي؟ شايفك بتبعد، واخد بعضك وماشي، بتبعد عنه، مش ضروري ان انت تكون بتبعد يعني حرفيا، لا بتبعد حتى بعقلك، مش ما بقتش موجود، ما بقتش معاه. الطاقة بقى ما بينكم ايه؟ انا شايفة ان ده يعني دي هدية من ربنا، رزق من ربنا، يعني انتوا بتشوفوا بعض ان انتوا هدية من ربنا، ربنا هداكم ببعض، حاجة حلوة جدا، العلاقة حلوة جدا، الطاقة فيها حلوة قوي قوي. ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ دلوقتي يمكن المشكلة يمكن هتبتدي، شكل المشكلة هتبتدي، الجوزاء هيبتدي يتكلم، البرج هينهار، في حاجة بقى هتنهار، الحاجة الوحشة بقى، الانهيار، الحاجة الوحشة اللي في العلاقة هتبتدي تنهار، وهيتثبت لكم ان العلاقة دي قوية جدا، ما بتتهزش ولا لا بتتمسح ولا بتتهد. الامبراطور ده بنى صلب وقوي جدا جدا، مفيش حاجة بتهزه. هنبتدي ناخد بقى شوية قرارات، بس واضح ان الشريك عندك عملي فعلا بحت، برضه هيكون فيها نسبة عملية، لكن هتبتدوا تاخدوا قرارات كويسة جدا لصالح العلاقة. اللي عندهم مشاكل القراية بتنطبق عليهم، مفيش انفصال، مش هتبعدوا عن بعض، بل بالعكس ان شاء الله هتقربوا اكتر، وهتعرفوا قد ايه العلاقة دي قوية وصعب انها تتهد. فان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة جدا يا جوزاء. لو انت داخل على الخناقة دي وهتبتدي تتكلم او هتبتدي تتكلمي، طبعا اتكلمي وقولي كل اللي عندك، بس حاولي ان الموضوع ما يفرضش قوي، قولي جواكي كويس قوي، وصلي الرسالة كويس، بس من غير عنف، علشان توصلي وفي الاخر النتيجة كويس، دي نصيحتي يعني في الموضوع. والشريك الجوزاء يعني يا ريت هو شوف شريكك محتاج ايه، ولو انت حتى ما بتعرفش تعمله 100%، مش شرط تعمله 100%، شريكك لو شاف ان انت بتحاول هيرتاح، الموضوع هيهدى لغاية بس ما تعدوا الأزمة دي. أوكي العلاقة دي علاقة قدرية. طيب هقول لك يا عايشة، حاضر يا حبيبتي، احنا خلاص فاضل لنا المجموعة الثالثة وخلاص. بصي يا أحمد، يعني الموضوع ده لا خليه بقى نعمله لايف مخصوص، موضوع ايه هو الطالع، يعني هو باختصار هو اول ايام بعد الولادة، ده بيبقى الطالع بتاع الشخص، اول لما بيتولد الحالة بتاعت الكواكب وقتها بيبقى عامل ازاي، ده بيبقى اسمه الطالع، في انهي بيت الشمس، في انهي بيت، الحاجات دي كلها ده اسمه الطالع. البرج بقى هو مجموعة النجوم نفسها، ده الفرق بينهم باختصار، بس ممكن يعني في لايف تاني ابقى اشرح الموضوع بالتفصيل اكتر.
جوزاء في انفصال. حاضر يا يويا، هسحب لك كارت. حاضر. طب امجد بعد اللايف معلش نكلف موضوع الفيديوهات ده، مع اني انا فاكره ناس يعني استشرتك في الموضوع ده وقلت لي مفيش مشكله. حاضر يا انا، كوكو من عينيا. حاضر مش هنسى، خليكي معايا. وانا دلوقتي هنقرا المجموعه الثالثه والاخيره لبرج الجوزاء وهنرد على طول. طيب حبيبي ماشي، خلص اللايف ونتكلم في الحكايه دي. اوكي، المجموعه الثالثه والاخيره برج الجوزاء بتبتدي من 10 لحد 20 يونيو. يا سوما قولي يا حبيبتي ايه سؤالك؟ طيب انا بسحب كلمتي بناء على امجد. امجد مش انا صراحه بثق في رايه جدا، وبيقول لي اسحب كلمتي. لا مش بصراحه لحد ياخد فيديوهات، فارجوك الواخد اللي عامل صفحه باسمي بليز وقف اللي انت بتعمله ده. تختمي لايف نصائح الجوزاء وتعمل حبيب نفسي. حبيبتي عايشه من عينيا. حاضر. طيب بونتيفول كوين يعني عماله هو امجد صح؟ تمام يا راشد. طيب يا جماعه ماشي خلاص، لو انتم مجمعين على ده خلاص مفيش مشكله. تعالي اقول لك يا وندرفول كوين، بصي طلع لي خبر حلو، ده بيج اوف وانز، ده خبر حلو وبدايه حلوه جدا. ان شاء الله المقابله هتكون كويسه جدا وهتبقى نتيجتها حلوه باذن الله. حبيبتي اطمني وخلي املك في ربنا كبير. مامتي وحاليا في شاب بيشوف صوتي، ممكن تطمنيني في زواج قريب عن الشروط دي؟ طب سوما انا رايي بقى تبعتي لي رساله احسن عشان اخد تفاصيل اكتر، يعني انا مش عارفه الصراحه ارد عليكي لان انا عايزه برج وعايزه اسم وعايزه معلومات. حبيبه قلبي طيبة فاطمه وجميل وجميل ان شاء الله يا تيما باذن الله. العفو يا وندرفول كوين، على ايه حبيبتي؟ بالتوفيق ان شاء الله. طيب تاخد ناخد بقى المجموعه الثالثه والاخيره. لا بصي بقى، ابعتي رساله هنا في يوتيوب قولي لي المعلومات كده كلها وهرد عليك. حاضر يا ورده من عينيا. خلص دلوقتي المجموعه الثالثه. بسم الله. اخيرا طلع في مجموعه تطور مادي الحمد لله. اوكي رايت سو انتوا هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قرايه البرج، ممكن كروت كتير تتكرر. بس الكارت ده ما جاش في ولا مجموعه. في تطور مادي كويس يا جوزاء، يعني اللي ناوي يعمل مشروع الفتره دي ده وقت كويس جدا. الحمد لله ما فيش خساير، بالعكس في حاله تطور مادي. ان شاء الله المشروع يكون ناجح ويعني مثمر ان شاء الله. وكمان لو مش بتعمل حاجه فهو في حاله استقرار مادي، يعني الحمد لله ما فيش ازمات والدنيا ماشيه كويس قوي قوي، وايه حاله امان وايه رخاء الحمد لله من الحاله الماديه. في عندنا كمان 4 of wands، ده اما ان هي اجازه، الجوزاء قرر ياخد اجازه او هيقرر ياخد اجازه يحتفل، مجرد ايه واقفه كده شويه بريك، نريح من الشغل نريح من المسؤوليات وناخد اجازه. وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين، دي مراسم فرح يعني فرح اغريقي كمان. فاللس اللي على وشك ان هو يتم جواز باذن الله هيتم على خير وكل حاجه هتبقى كويسه قوي. لا انا بيجي لي رسائل يا امجد. الجوزاء عنده كمان حاله في خناقه شغاله، او مش هنقول حرب بمعنى حرب، في شويه كده قلق وتوتر حواليه، بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا
مش فارقه معاه خالص، وان هو منتصر مع ان هو اتاذى شويه او اتليست يعني مزاجه تعكر يعني على الاقل، بس مبين ان هو تمام زي ما انتم شايفين، واقف في حرب وسام غايمه وهو مازال مبتسم. فانت مبين حاجه غير اللي جواك من ناحيه موقف معين كان بيأذيك. انا احيي ده الصراحه، مش ضده خالص. في بقى كارتين تحت بعض حلوين جدا جدا جدا. ده بقى ده اللي طلع في المجموعه الاولى، طاقه ابداع، خبر حلو، وفي حاجه طاقه داخله علينا ان شاء الله كويسه جدا جدا جدا. الطاقه دي هتعمل لك هدف يا جوزاء، انت رايح لهدف بسرعه شديده جدا ومش هتقف غير لما توصل له. شايفين عامل ازاي؟ راكب الحصان وبيجري بسرعه جدا جدا رايح لهدف. نايت اوف سوردز، باندفاع، رايح باندفاع كمان شديد جدا، ونجاح باذن الله، نجاح اكتمال الدائره، يعني حاجه انت هتكملها على اكمل وجه، يعني انت بتعمل مشروع او لو عندك اي حاجه مثلا، حاجه في شغلك بتعملها، خلاص accomplished done، خلاص هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. في بقى حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس، انت خايف من حاجة، في حاجة مقلقك شوية او مكتفك، مش عارف تاخد خطوة، دي حالة ثبات، ثابت ومستني مترقب. اوكي، حاجة دي تخص ورق، يمكن the judgment sorry justice، ده حاجة ليها علاقة بأوراق حكومية، حاجة بتعمل ورق حكومي، ممكن يكون قرض، ممكن يكون قضية، ممكن يكون حاجة من ده يعني، أو إنه أنت هتسيء الحكم على شخص. لو أنت في حالة توتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك، بليز ما تطلقش أحكام في الفترة دي، استنى لغاية لما الدنيا تبقى يعني هادية، وهي هتهدى خلاص، داخلة عليك طاقة قمر، طاقة هدوء وسلام، وطاقة تأمل، وحاجة كويسة جدا، هادية جدا وحلوة قوي قوي قوي. استنى وما تطلقش أحكام دلوقتي. لو موضوع فيه ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه وخايف، ان شاء الله ما تخافش، شكل الموضوع خير بإذن الله، وهتطلع بنتيجة كويسة جدا. في هنا كمان strength، وقلت لكم كارت القوة ده معناه قلة القوة، انت محتاج تواجه حاجة معينة يا جوزاء، واجهها من غير عنف ولا حاجة، لا انت هتواجهها بدبلوماسية. المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواك، بس مش بعنف. القراية برضو حلوة قوي قوي، هلخصها بسرعة، في تطور مادي ان شاء الله، اللي داخل مشاريع جو اهيد ان شاء الله، الدنيا كويسة جدا، او حالة استقرار مادي الحمد لله. في هنا احتفال بفرح او في اجازه هتطلعها انت وعيلتك او الناس المقربين بالنسبه لك. في شويه ضغوطات بس انت بتواجهها بثبات، وبتبين ان انت يعني مش متاثر تماما، بس انت اتاثرت شويه. في طاقه خبر حلو، وفي حاجه حلوه جدا جايه لك، طاقه ابداع هتنور لك اللمبه، وهتشوف هدف وهتروح له بسرعه شديده جدا باذن الله. في نجاح، اكتمال دائره the world. في هنا زي حالة جمود أو ثبات، حاجة ثابتة مش بتتحرك، ده لأنك أنت خايف شوية، عندك مخاوف. في هنا جاستس، إما أنه أنت هتظلم حد أو هتطلق حكم مش سليم على حد، أو أنه في ورق حكومي أو حاجة تخص الحكومة، يعني إن شاء الله بتتم الفترة دي. في حالة إن شاء الله هدوء وسلام واتزان داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت اقول لكم، بحذر من العقرب اللي طالع ورا ده، اللي هو انت قاعد في امان الله ومسالم وفي حالك ومفيش اي حاجه، بس حد مترقب لك يا جوزاء، انتبه وما تديش سرك لحد الا الناس اللي انت تثق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من مره. واجه يا جوزاء الحاجه اللي انت محتاج تواجهها، بس واجهها بدبلوماسيه على قد ما تقدر. ادي القرايه الثالثه، المجموعه الثالثه، القرايه العامه بتاعتها الحمد لله حلوه جدا برضو. طيب دودي، مش لازم، ميرسي عايشه، مش لازم تقولي لي المجموعات، مجرد البرج كفايه، مش لازم تقولي لي المجموعه، احنا خلاص فاضل لنا دلوقتي الحاله العاطفيه المجموعه الثالثه، وهنبتدي نسحب كروت خلاص. ده سؤال يا تيما، انا
يا رب نحفظ. بشكرك جدا يا Wonderful Queen على الفيدباك الجميل ده، ميرسي يا حبيبتي قوي. العفو يا ساتين، العفو حبيبتي. انا عامل مشروع خاص الحمد لله، العمل بخير لكن ماشي ببطء شويه، شغال في برنامج رياضي والحمد لله ماشي تمام فيه، لكن في طاقات سلبيه حواليا، اعمل فيها ايه؟ وشكرا على قراءتك الام. طيب بصي يا احمد، بالنسبه للحاجات اللي واقفه، انا بشوف ان الدعاء طبعا هو احسن حاجه في الموضوع ده. اللي شايف ان الدنيا عنده عطلانه واقفه ما يبطلش دعاء، ادعي تيسير الامور كتيره، ادعي ربنا ان هو ييسر، حصن طبعا من الحسد ومن الحاجات دي، اقرا حاجات دايما، حاول ما تقولش الحاجات دي كتير للناس. انا عارفه ان احنا بنبقى ناجحين وعايزين نوري الناس نجاحنا وقد ايه احنا عملنا انجازات حلوه، لكن للاسف الموضوع ده ممكن يجي عكسنا، ان تتحسب طبيعي. يعني ممكن تقول لحد هو مش عارف يعني كان نفسه مثلا يعمل انت بتعمله ده وما عارفش، فغصب عنه يحسدك، فاهم قصدي؟ حاول ما تقولش كتير يعني، واسأل الدنيا عامله ايه، الحمد لله الدنيا تمام، بس بلاش تتكلم كتير علشان بس الموضوع ما يجيش